ذكرت هنا ان الفجوه التعليميه في مصر بين الاناث والذكور ليست فجوه عدديه فقط، هي في فجوه عدديه انما بجانب كده في فجوه نوعيه، بمعنى مثلا هم كانوا بيضحكوا علينا ويقولوا لنا ان الحكايه بقت قررت تبقى 50-50. لما جينا نناقش قررت تبقى 50-50 نص اناث ونص ذكور، فاحنا اتضح لنا التالي، ان مثلا ال 50-50 ده هي ال 50 بتاعتنا احنا فيها 69% من التعليم التجاري المتوسط نساء، يعني ما عندناش كلهم على البطاله. فهنا التوازن قد ايه في الكليات العمليه قد ايه في الكليات النظريه. في الحقيقه يعني انا مش عارف، احنا لازم نكون حريصين شويه واحنا بنتداول الاستاذ الدكتور. النقطه الثانيه انا الاستاذ سمير مرقص هو صديق عزيز جدا 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 انا بحترمه جدا، كان قال ان 25 يناير هي اسقطت راس النظام او اللي فوق ده فرعون ده اللي كان موجود اللي عمره ما باع باراده شعبه. انا رايي ان من الاشياء ده رايي ونتناقش فيها، من الاشياء اللي انا شفتها واضحه قدامي كده مجسده ان 25 يناير كانت في هذه الفترة هذا اليوم بالتحديد كان عبارة عن تراكم مصري لإسقاط النظام البطريركي المستبد الذكوري في مصر. بطريركي بمعنى النهي والأمر فوكس كده، ما هوش مؤسسي، ما هوش قانوني، إنما مستبد ذكوري بطريركي على الجميع. والبطريركي الذكورية دي أنا مش معناتها راجل وست، الذكورية هنا معناتها هو اسمه كده يعني. فهذا النظام البطريركي اتخلخل ولقينا كميات من الإناث ومن الذكور والشباب والعواجيز كله دول منخرطين في حركة أنا شخصياً كنت لا يمكن أحلم بها في حياتي. ده اللي أنا شفته حقيقة، لأن سقوط الفرد كان لازم يتابع لهذا السقوط، سقوط النظام، ان المجتمع يتحول من مجتمع فردي الى مجتمع بتحكمه مؤسسات، بيحكمه قانون، بتطلع فيه المواطن بشكل طبيعي وتلقائي بتحبس بتنتعش فيه قيم المواطن وثقافه المواطن. انا يمكن يوم الاسبوع اللي فات كنت قاعده مع واحد هولندي خبير وبنتكلم برضه على ثورة يوليو دي، ثورة 25 يناير دي. فهو كنا بنتكلم بناخد وليدي وانت بتاع، انتوا عندكم ايه؟ طب والمرأة دي؟ يعني ايه اللي جرى للمرأة؟ فأنا قلت له ببساطة شديدة حاجة بكررها، وأنا شخصياً مقتنع بيها. قلت له شوف، عايز ترجع لقضايا المرأة بالتحديد؟ ارجع اقرأ كتاب شارلز ديكنز بتاع قصة بديرتين، تيلز أوف تو سيتيز. القصة دي بتبتدي بمدام دوبار قاعدة تمسك تريكو صح؟ وبتعمل أكفان صح؟ بعد كده مدام دوبار جايين بعد كده الثورة خدت مجراها مش عارفة إيه، وفجأة نساء فرنسا بعد عدة سنوات سموهم إيه؟ لتريكوتوز، نسيجات التريكو. وامتى خدوا حقوق المواطنه الكامله؟ بعد الحرب العالميه الثانيه. يعني قعدوا قرن ونصف دون حقوق. لكن كانوا بيتعلموا في النص حركات اللي هي النضاليه بتاعتنا اللي هي اللي بتقول باستمرار المراه الفرنسيه في حاجه الى استيفاء حقوقها. بيتعلموا في المجتمع مع حركه المجتمع. على فكره في كتاب شارلز ديكنز ونرجع له تاني، انا رايي كان هو كتاب يعني انا رجعت له الفتره الاخيره. كان المرحله دي اللي بعد الثوره الفرنسيه اللي هي على راي واحد بيقول لي انتوا لسه بتقولوا ثوره، احنا في فرنسا سميناها ثوره بعد 40 سنه. قلت له يا اخي احنا 40 مالكش دعوه. لكن النقطه الثانيه ان اللي لفت نظري وانا بتكلم مع الهولندي ده هو ان شارلز ديكنز قال ايه؟ قال على الفتره دي the best time and worst time. هي best time لانها نقلت القديم وقلت له باي باي، لكن the worst time لانها بتهين بناء، والبناء
البناء ده من اصعب ما يمكن، واحنا دلوقتي بنتعلم ازاي نبني المواطنه. مش بس يعني احنا كمجلس قومي للمراه او النساء، انما انا عايزه ارجع حكايه قطر البدرشين ده. انا شخصيا عارفه ان منظومه النقل في مصر كلها خريبه من فتره طويله. كلها خريبه من 73. 73 سادات ما حدش استثمار واحد في الحاجات دي. ده انا عارفه. ولكن اللي هيلاقي ان هؤلاء الجند الفقراء القادمين من نجور وعزب سهار واسيوط ووادي جديد، ها، وعملوا بهذه الطريقه عبيد. هنا تبقى المواطنه عايزه شغل، والمواطنه مش عايزه تعليمه بس، المواطنه عايزه بينا نضال ان لما واحد فقير جاي من نجور الوادي الجديد، الله اعلم واكل مش واكل، شبعان مش شبعان، الله اعلم، ويحصل له حادثه، انا لازم كدوله احترمه. لان في الحقيقه الحادثه دي بالتحديد قالت لي ان فكره المساواه والمواطنه وكذا وكذا لازم نشتغل عليها، مش عشان المراه وبس، عشان المواطنين بشكل عام. ان انا حقوق ان انا على الاقل اركب حاجه عدله، واجبات الدوله انها توفر لي ده، وحتى اذا حصل حدث فانا اعامل كفقير زي ما بيعملوا الجنازه العسكريه في اسيوط لواحد صابر. يعني دي الفكره الاساسيه، انا هلاقي المنظر، انما انا لم اكن اتصور ان تصل بيهم الجراه ان هم يلاقيهم اثنين مكسرين، اللي عامل كده واللي عامل كده في سن واحد، وبطانيه انا عارفه البطانيه دي هي ب 25 جنيه. لكن في البند بتاع الصعيد صعب. هنا المنطق تجسد قدامي انها في الحقيقه احنا لازم نشتغل عليها. نشتغل عليها يمكن الاستاذ سمير اتكلم على التبشير. التبشير مبشرين كتير، وهو واحد منهم من اوائل الناس اللي درسوا المنطق وطرحوها في كتب وطرحوها في دراسات. وكل دايما لما نيجي نلجا للمنطق نعرف حاجه بنروح لسمير بابوس. طبعا مش عايز كلام. وبعدين شبابنا 25 اللي حطوها في الممارسه هذا صحيح، بس ما نحتاجه الان هو ان احنا نحولها الى ثقافه مجتمعيه. لان في الحقيقه الثقافه المجتمعيه هي في حادثه القطر بالتحديد، احنا لقينا الدوله يا حلاوتها بمؤسساتها كلها. الحاجه الثانيه لقينا حاجه افضل من كده، ودي هي تدينا البشرى السعيده ان انا الناس قامت طلعت الناس من تحت القطيل، لمت الجثث في اكياس، وبعد كده خدت المصابين، وبعدين اللي كان مقفول عليهم العربيه وكانوا بيصوتوا يقولوا يجيبوا حقهم يموت زيهم، دول فتحوا خدوهم جابوا لهم شراب حاجه يشربوها، جابوا لهم حاجه ياكلوها، استضافوهم. التروما اللي كانت عندهم اللي هي الصدمه دي بقت تخف شويه شويه. يعني هنا الناس فاهمه انهم ان احنا كلنا متساويين، وانما في حد يفرق بيني وبين الغني، الراجل والست. هي دي النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها، ندعم دي زي بالظبط كده ما الاستاذ سمير قال، ان احنا عايزين نخليها ثقافه، وعايزين نخليها جزء من التعليم، ولكن بشكل عام نحن مواطنين ومواطنات. دي النقطه الاساسيه، احنا مش رعايا، احنا مش اي حاجه، لا ابدا. والمواطنه دي هي البنت الفقيره زي البنت الغنيه بالظبط. بمعنى انا لما اكون موجوده في حته، انا وديت بنتي في مدرسه، انا يعني سلكت لها، يعني عملت لها كل حاجه، صرفت عليها. طب نفترض ان انا ما عنديش فلوس. يعني يقال كده ان البر الغربي والبر الشرقي والبنات اطلاقا، ده مش كده، ده مش بر الشرقي، ده من غرب وبر غربي لتعليم البنات اطلاقا، ده منهاج تفكير وموجود في وزاره التربيه والتعليم. في احدى قرى مدينه العياط او مركز العياط الموجود هنا في الجيزه على بعد 42 كيلو، على بعد 42 كيلو البعد بين المدرسه الاعداديه والمدرسه الثانويه حوالي 4-5 كيلو بلا مواصلات.
البعد بين المدرسه الابتدائي الى مدرسه الاعدادي نص المسافه بلا مواصلات. فيا اما الرجاله يقعدوا يجمعوا البنات ويروحوا بيهم ويروحوا يجيبوهم، وطبعا دي مساله مش عايزه فلاحين يعني، دي عايزه ناس يعني حاجه ثانيه. يبقى البنات ما بيروحوش. فالبنات ما بيروحوش. يعني هي فكره ان انا المساواه دي هي بتعني كمان ان الدوله تلعب دور في انها مش بتحقق المساواه بالقانون، مش بتحقق المساواه بالكلام، انما بتحقق المساواه بوسائل معينه تحقق المساواه. ان انا ابص يعني ممكن تبقى بنتي في مدرسه ابتدائي وبعد كده ببساطه الاقي مدرسه اعداديه قريبه اوديها، الاقي مدرسه ثانويه قريبه اوديها اللي بيها ما تبقاش العائق عائق مادي فرضها الدوله عليا. فيحصل في فجوه، فالمواطنه هنا ما بتتحققش بين الناس والذكور. زي بالظبط الفقراء. بالظبط هي نفسها. هياكل موجوده بعيده، هياكل موجوده فارغه، فهنا بتحدث في هذه الانتكاسه في التعامل مع البشر كبشر وكمواطنين. دي اساسا يعني القطر لم يعاملوا كبشر، لم تطبق عليهم حاجات حقوق الانسان اللي احنا بنتكلم عليها، ده الكلام الصفصفه اللي احنا بنتكلم عليه، انما عملوا زي ايه يعني، واحد يقول ايه يعني ان في 60,000 هنا لا مواطن ولا انسان، وبالتالي بالطريقه دي بتضيع قيم المواطنه، والذي يعتمد بيها هو الانسان نفسه الفقير اللي زيه. دول لو كانوا في جردنسيتي ما كانش حصل كده. لو كانوا في الزمالك ما لو كانوا في التجمع الرابع والخامس ما كانش حصل كده. لكن لانهم قاعدين في قرى فقيره زيهم، فحصل في تضامن بين الناس. دي الفكره. ومن هنا فكره المواطنه في التعليم لازم تصاحب بالمواطنة في الممارسة اليومية للناس. إن المواطنة هي حقوقي كمواطنة وكحقوق إنسان كإنسانة، إنها يتبناها منظمات المجتمع المدني، تتبناها المنظمات اللي بتشتغل في وسط الناس، ونعرف يعني إيه مواطنة، يعني إيه؟ يعني أنا متساوية ليك؟ أنا متساوية ليك؟ لأن أنا وأنا متساوية ليك أنا من حقي على نفس الحقوق، ممكن تكون مختلفة شوية. ان انا مثلا في قرى من القرى ايوه التعليم ده مهم، يبقى قريب من البنات ده مهم، ويحصل فيه الفجوه النوعيه تقل وده مهم، لكن في نفس الوقت المراه اللي هي الريفيه محتاجه نوع علاج معين، محتاجه لكذا معين اللي بيها المواطن المصري ما يحسش لان انا راجل فباخد حصتي كذا، دي ست ما بتاخدش حصتها، لان انا تلميذ قد اخذ حصتي لانها هي تلميذه ما تاخدش نفس الحصه، لكن في النهايه بيحصل ايه؟ اذا اهدرت حقوق المراه في المواطنه وفي الانسانيه بالتالي بتهدر حقوق الرجل كمان في نفس الحكايه، كله بيبقى سواسيه. يعني انا شخصيا في حكايه الثوره دي والامور دي والحاجات، انا من الناس المتفائله جدا بالرغم ان عارفه بنشوف ايام ممكن تكون صعبه شويه. لكن انا متاكده ان احنا يعني هنشوف مرها. يعني مثلا انا ما كنتش احلم ان انا اشوف بنات جايين بعدية. يعني على راي امينه سعيد كانت تقول انتوا بعدينا يا بنات، كانت تقول لنا كده هو جايين بعدية يقوموا بمثل هذا النشاط في تغيير وقت مصر. انا ما كنتش متصوره دي. واول اول 8 مارس كان اتضربنا فيه، لكن تاني 8 مارس كانت 2012 انا لم اكن اتصور في حياتي ان انا اشوف هذه المسيره تتحرك من امام نقابه الصحفيين وبتتكلم على النساء وفيها رجال شباب رجال متوسط العمر وفيها دبلوماسيين، انا ما شفتش دبلوماسيين ماشيين في مظاهرات يعني، وفيها كل وبعدين في نفس الوقت في شابات ستات كبار عواجيز كده زي نساء جايبه، وبعدين نقابه الصحفيين التي لا يرسم عليها احنا هم بداوا يرسموا عليها اللي هي اساسا البنت زي الولد. دي النقطه، البنت زي الولد. فهي دي احنا بنمشي فيها حته حته. انا ارجو للزمالك طبعا هتروح المسيره اكبر لانها بدأت تستوعب الحته دي. انتوا بتتكلموا عن المرأة ازاي كده هو؟ يمكن معلش يا استاذ سمير، انا كده انا دايما كنت بقول ان الديمقراطية في مصر إذا ما
بدأت تتحرك دي هتنفع مجموعتين مهمشتين في المجتمع، المسيحيين والمرأة. وهذا ما نراه كلنا بنتكلم عن الحكاية دي، أن المسيحيين اشتركوا مع بعض واشتركوا معنا ونزلوا، ومواطنتهم لازم تحترم. المرأة كذا ومواطنتها لازم تحترم، لازم تحترم. وفي التعليم بتيجي مع النمو، يعني في منظمات، في منظمات حقوق إنسان أو منظمات مجتمع مدني ماسكة التعليم، عليها دور ومسؤوليتها، لأن هما مش الحكومة نفسها مش هتغير المناهج في طريق كذا، إنما ممكن تعمل تغيير شكل المناهج من البلاهي. لكن التغيير الحقيقي بيجي لازم يكون متوازي مع حركة مجتمعية تؤمن بأن الإنسان المصري ده بغض النظر عن لونه وجنسه ودياناته وأي حاجة، هو واحد وهو اللي هيبني واحد. ويمكن الدكتور أحمد، أنا شخصياً يعني ببقى سعيدة جداً لما دايماً بقول الجملة التالية، أنا عندي 77 سنة ما شاء الله. وأنا من حظي في الحياة إن أنا عشت فترة في بلدي الجزيري، بلدي بيصنع فيها تاريخ المستقبل. كلام جميل والله. شكراً جداً.